اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح لترند الاهلي ونشوف اهم الاخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا اللي بتخص الاهلي بالتحديد، ونبتدي بحساب اليوم السابع الرسمي على تويتر، واللي بيقول لك الاهلي يتدرب على ركلات الترجيح اليوم استعدادا لمواجهه المقاولين العرب، شيء مطلوب جدا ولا بد منه يعني تحسبا لاي سيناريو ممكن يحصل في المباراه، فلازم تكون جاهز لكل شيء، وده اكيد هيبقى حريص عليه جدا المدير الفني مارسيل كولر وجهازه المعاون في اطار الفقرات المختلفه اللي هتكون في مران الاهلي النهارده. لكن نروح كمان للوطن سبورت، واللي بيتكلموا على ان في فرصه جديده لرامي ربيعه في مباراه الاهلي ومقاولين العرب بكاس مصر، والراجل حتى لما خد الفرصه في فترات كتيره جدا كان ادى الفرصه بشكل كبير يعني. وادي مثلا دي الصوره، دي كان في كاس العالم للانديه، خد نجم المباراه الاولى امام مونتريال اللي فاز فيها الاهلي بنتيجه 1-0 كاس العالم للانديه الاخيره. الفتره اللي فاتت شارك بشكل جيد جدا في الفتره اللي كان غايب فيها العناصر الاساسيه، شارك وقاد مجموعه من الشباب بشكل جيد، فبالتالي رامي موجود مش محتاج فرص كتير عشان يثبت جدارته بابتداء الفانيلا الحمراء، لكن اكيد عنصر من عنصر الخبره اللي قد يلجا اليها كولر في المباراه غدا. اما كوره ليفن وحسابهم على تويتر قال لك مفاجاه، بص بقى الحاجات اللي زي دي بقى مفاجاه، مارسيل كولر يوجه صدمه عنيفه لثنائي الاهلي المخضرم ويبلغ اداره القلعه الحمراء بموافقته على رحيلهم عن الفريق خلال الفتره المقبله، لكن بشرط وحيد. مين بقى هم ثنائي الاهلي؟ قال لك رامي ربيعه وايمن اشرف اللي عقودهم هتنتهي مع نهايه هذا الموسم الجاري، وقال لك ان كولر طلب اداره القلعه الحمراء تاجيل تجديد عقود الثنائي. الكلام ده يا جماعه مش حقيقي بالمره، بالمره يعني باكد، انا بقول لك دلوقتي معلومه مؤكده، الكلام ده مش حقيقي، بالعكس الاربعه اللي عقودهم هتنتهي واحنا لسه متكلمين في الجزئيه دي قبل الفاصل، الاربعه هيجددوا عقودهم ومفيش ولا واحد فيهم هيمشي حتى في شهر يناير. ربما يحصل اي جديد مع نهايه الموسم، ده شيء وارد يعني، ممكن تلاقي البعض كمل حتى لو جدد عقده، البعض ما كملش حتى لو برضه جدد، دي حاجه في المستقبل الله اعلم بيها. لكن الكلام اللي زي ده اللي حضراتكم شايفينه ده كلام خاطئ وغير صحيح بالمره، وانا بقول لحضراتكم معلومه مؤكده، الثنائي سواء ايمن اشرف او رامي ربيعه هيجددوا عقودهم بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله خالص ولا كولر حتى طلب حاجه. طيب حساب مبتدا على تويتر قال لك عملاق اوروبي مهتم بضم قفشه من الاهلي. مبدئيا الصوره ما فيهاش قفشه، يعني الصورة ما فيهاش قفشة، فدي يعني تعتبر غلطة، لكن في كل الأحوال بتحصل مفيش مشكلة. لكن اتكلمنا على موضوع قفشة، مفيش أي عرض، هو قصدهم العملاق الأوروبي اللي هو سيلتيك يعني اسكتلندي، مفيش أي عرض رسمي إطلاقا جه للنادي الأهلي بخصوص قفشة، واللاعب مستمر مع النادي الأهلي بدون أي مشاكل والأمور مستقرة للغاية، وهننتظر كمان قد يكون هناك مفاجأة بتجديد عقد قفشة، ومش هتكون مفاجأة يعني لأنه يستحق خلال الفترة المقبلة، مش هتكون فترة بعيدة يعني. اليوم السابع حقيقة مفاوضات الأهلي مع ديفندر الاتحاد السكندري لضمه في يناير، هنا قصدهم على مروان عطية. طيب خد برضو المعلومة دي، مروان عطية حتى هذه اللحظة أو غير مروان عطية الأهلي ما ابتداش مفاوضات مع أي حد، الأهلي لم يبدأ أي تفاوض مع أي نادي بخصوص أي لاعب. هتقول لي يعني الأهلي مش هيجيب تدعيمات في يناير؟ لا هيجيب، بس لسه يعني لسه ما ابتداش مرحلة التفاوض. في يعني طلبات من كولر، طلبها من الكابتن محمود الخطيب واكيد من لجنه الكوره، ده امر مؤكد، لكن التحرك تجاه هذه الطلبات لم يبدا بعد، هيبدا خلال الفتره اللي جايه لان في اجتماع لجنه كوره، وبعديها يبقى في خطوات تتعلق بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في شهر يناير، وده امر هيكون مهم جدا وضروري وحريص عليه قوي كولر، واكيد حريص جدا مسؤولين في النادي الاهلي على تنفيذه طالما دي رغبه المدير الفني. لكن مروان عطيه لاعب مميز جدا في اتحاد اسكندريه، وكان الاهلي لم يتفاوض حتى الان مع اتحاد اسكندريه بشان التعاقد مع هذا اللاعب المميز في وسط ملعب الاتحاد السكندري. فده بخصوص ترند الاهلي وابرز واهم الاخبار. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، لسه عندنا كلام عن النادي الاهلي مهم، استنوا.